Herzlich willkommen bei B11 Lektion 2 Teil 3. In diesem Teil haben wir das Präteritum in der Grammatik und wir wollen, wie wir am Anfang gesagt haben, einen Bericht schreiben. هنتعلم البريتيريتوم اللي هو مش جديد لكن هنركز على أفعال جديدة وهنتناقش بقى في الجمل اللي شفنا جزء كبير منها في الجزء الثاني الجمل اللي بتساعدنا ازاي ان احنا نكتب تقرير. اوكي فانجن فيا ان mit dem Thema Präteritum. Das sind alle Verben im Text. دي كل الافعال اللي في النص اللي احنا قريناه في الجزء الثاني. طيب البريتيريتوم متقسم لثلاث أنواع. متقسم لشواخه verben, starke verben und gemischte verben. الشواخه verben اللي هي الغيرمتصلة verben وهي بتنتهي ب TE. فيبقى عندي مثلا dürfen, durfte. طبعا المودال verben بيبقى فيها اختلاف بسيط ان احنا بنشيل الأوملاوت. عندي können, konnte, führen, führte. führen قلنا يعني يقود. زي ما خدنا مثلا قبل كده زمان reise führer مثلا او eine Stadt Führung. كل دي جايه من الفيرب ده اللي هو اسمه führen. zeigen يوري zeigte. schmecken يستطعم حاجه schmeckte او حاجه طعمها مثلا حلو. دي بيتزا schmeckte nicht gut. وعندي müssen musste, unterstützen, يساند, unterstützte, erledigen, ينهي أو يتم العمل, erledigte. فهنا دي كلها أفعال زي بعض. كل حاجة بتنتهي بالـ TE, 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 مفيش أي مشكلة فيها. Kommen wir zu den starken Verben. دول اللي لازم بنحفظهم. لأنه هما بيبقوا مختلفين. فمثلا عندي gefallen, حاجة بتعجبني, oder Entschuldigung, zurechtkommen, das erste Verb, zurechtkommen, dann heißt es kam zurecht. وهنا حاجتين, das ist ein starkes Verb, also ein unregelmäßiges Verb, وكمان ein trennbares Verb. يعني هو Verb بينقسم, وVerb كمان unregelmäßig, يعني بيتغير أو بيختلف. فالأفعال الunregelmäßig في البريتيريتوم, Entschuldigung, الأفعال الترنبار في البريتيريتوم بيحصل لها إيه؟ بقسمها نصين. تمام؟ فزي هنا zurecht kommen, هحط kommen في الأول, kam, و zurecht في الآخر. anrufen, anrufen يتصل, بس das ist hier schwach, rufte an. أنا بس عشان نفهم الفكرة الترنبار بنتعامل معاه إزاي في البريتيريتوم. einkaufen, يشتري حاجة أو يعمل شوبينج أو يتسوق, هتبقى هنا برضو kaufte ein, فبقسمه وبحط الجزء الأولاني في الآخر. بعدين عندي gefallen اللي هو يعجب, مثلا der Job gefällt mir أو der Job gefiel mir nicht, لم يعجبني في الماضي. gehen يذهب ging. أوكي وخلينا نفتكر إن هو الأفعال الأونريجلماسك بتبقى البرفكت والبريتيريتوم بتاعها مش دايما شبه بعض, لأنه مثلا في جين هو جينك ده في البريتيريتوم, لكن في البرفكت إيست جيجانجن. فعشان كده أنا الفعل الأفعال الأونريجلماسك دي بحفظ البريتيريتوم والبرفكت بتاعها كل حاجة لوحدها. تمام؟ ليزن لاس البريتيريتوم البرفكت بتاعه كان هات جليزن. singen, sang, hat gesungen, فمختلف تماما. طبعا لازم يقرأ, gehen يذهب, singen يغني. finden, fand, hat gefunden, في الperfect بتاعه يجد يعني. الverb sein اللي هو war. تمام؟ والperfect بتاعه ist gewesen, بس مش مهمة قوي استخدام العادي يعني أو الاستخدام الأكثر يعني بيبقى war. تمام؟ و sich entschließen اللي هو يقرر. entschloss sich, السيش بيجي بعد. تمام؟ يعني الشتاكي verben لو هي فيها reflexiv بقول entschloss sich. مثلا عندي ايه تاني بسيش؟ عندي مثلا sich kümmern, kümmerte sich.
Ja, عندي مثلا sich treffen. Traf sich. أنا بس عشان نفتكر الزش بتتحط بعد الفعل. بعدين عندي الجمشت فيربن اللي هي بتبقى بتنتهي بالتي اي لكن بيبقى فيها فوكال فيكسل. هنا كانت بتنتهي بالتي اي وهي زي ما هي. تمام، هنا انشلوس او هنا الشتاك فيربن بيحصل لها تغير، ممكن يبقى فيها فوكال فيكسل، ممكن يبقى التغير اكبر من مجرد ان هو فوكال فيكسل. تمام، وهنا ال جمشت فيربن بيحصل لها الفوكال فيكسل وبيحصل لها وبتاخد تي ايه في الاخر. فمثلا بقى عندي برينجن، انا مش كاتبه هنا برينجن بس. تمام، عندي مثلا هنا برينجن براخت، فهو الاي بقت ا، برينجن براخت، واختلف خالص بقى، في حتى السي ها دي جديده مش موجوده. عندي هابن حتى اختلف لانه انا شلت البي، فهو بيبقى ساعات فوكال فيكسل ساعات بتبقى حاجه تانية يعني. المهم التقسيمات دي مش مهمه، اهم حاجه ان دول كده يظلوا ان هم اون ريجل ماسك. عندي دنكن دخت، هي بس في اون ريجل ماسك مش بينتهي بالتي اي، وفي اون ريجل ماسك بينتهي بالتي اي. فيسن فوست اختلف وبس بينتهي بالتي اي. المهم ان طالما هو مش شفاخس فاب او مش ريجل ماسك فاب، بضطر ان انا احفظ الفورم بتاعته في البريتيريتون. طيب احنا قلنا دينكن يعني يفكر، فيسن يعني يعرف، هابن يعني to have يكون عنده، وبرينجن يعني يجيب حاجة يعني أو يحضر شيء. أوكي شون، هنرجع برضو هنا البريتيريتوم بصرفه ازاي. هو التصريف بتاعه زي البريزنس يعني الدو اس تي، الفي اي ان، الاي تي، الزي اي ان، لكن بيختلف عند الاش والاي بيبقوا زي بعض. الاش هي هي فبتبقى ايش حتى. تمام، يعني التي اي زي ما هي، لكن الاي زي اس بيبقى زي الاش بيبقى حتى برضو. تمام، فايش حتى دو حتست، اي حتى، في حتى، اي حتى، زي حتن. طبعا الاي هنا لا هنا الاي مش زياد. تمام، في الاون ريجل ماسج فيربن بيبقى الاش والاي زي بعض برضو بس مش بزود اي، فهي بتبقى زي يعني الاون ريجل ماسج فيربن بحط الفيرب زي ما هو اش كام اي كام، لكن بزود هنا اس تي دو كامست كامن اي ان، اي كامت تي، اون زي كامن اي ان. الفرق ما بين البريتيريتوم والبيرفكت انه البريتيريتوم بيبقى Das ist eine formelle Sprache، بيستخدم في اللغة الرسمية أكتر، وبالتالي بيبقى مقروء أكتر أو مسموع في الأخبار وخلافه. لكن الperfect بيبقى Das ist die Alltagssprache أو لغة اللغة اليومية، اللغة اللي الناس بتتكلم فيها كل يوم. فعشان كده بالنسبة لي الperfect ده مهم جدا، لأن أنا الperfect بقدر أستخدمه في الكتابة وفي الكلام، مفيش اي مشكله ان انا اكتب بالبيرفكت. تمام، لكن في بريشت يعني في نصوص رسميه زي البريشت مثلا، ده نص رسمي، لو حد بقى مثلا بيدرس عشان هيدخل الجامعه وهيكتب بريشت، فاللغه الرسميه بقى بشكل يعني كبير يعني زي مثلا خطابات الجامعه او بقدم حاجه في الجامعه او كده، فده بيفضل ان هي تتكتب في البيرفكت مش في البريتيريتوم. لكن الكتابه بمعنى ان انا بكتب ايميل مثلا، يعني بكتب جواب، بكتب حاجه مش رسميه، مش لجهه رسميه، فبالتالي ما فيش اي مشكله ان انا استخدم البيرفكت. تمام، فالبريتيريتوم فعلا هو مستوى متقدم، لكن مهم البريتيريتوم نبقى عارفين ليه، لان لما اجي اقرا تكست، ما انا لو مش فاهم ان كام دي بتاعه كومن مثلا مش هفهم. تمام، فدي الفكره بتاعه البريتيريتوم والبيرفكت. اوكي، was machen wir hier als letztes؟ wir lesen diese Sätze zusammen. diese Sätze helfen uns selbst einen Bericht zu schreiben. الجمل دي اللي هتساعدنا نكتب بريشت. الجمل دي كلها قريناها في ال او اغلبها يعني قريناها في تايل 2 في التكست اللي احنا قريناه. هنا بقى بتحاول ان انت تاخد منها الجمل المناسبة بالنسبة لك وتكتب انت بنفسك بريشت. طيب schreiben Sie nun Ihren Bericht. هتتكلم برضو عن Entschuldigung، هتتكلم على يوم انت اشتغلت فيه مثلا في مكان. ف wo war das؟ ممكن تكتب ده في العنوان زي ما هو كان عامل، يعني ممكن تكتب Praktikumsbericht مثلا زي ما هو كان عامل Kindergarten كذا كذا كذا.
أو ممكن تكتب جملة في الأول يعني بشكل mein Praktikum war in كذا كذا كذا. Das ist kein Problem, يعني جملة سهلة. طيب wie war der erste Tag؟ عايزين نتكلم اليوم الأولاني كان عامل إزاي؟ عندي هنا جملتين ممكن أقول der erste Tag ist mir in guter Erinnerung geblieben. Erinnerung يعني ذكرى، فده بمعنى إيه؟ إنه أول يوم كان بيمثل بالنسبة لي ذكرى جميلة. أو ist mir in schlechter Erinnerung geblieben، كان بيمثل بالنسبة لي ذكرى سيئة. أو ممكن أقول schon der erste Tag machte mir Spaß، machte mir keinen Spaß. ده أول يوم كان يعني أسعدني أو لم يسعدني. هي machte mir viel Freude، machte mir nicht so viel Freude. Freude يعني سعادة. تمام، فسواء Spaß أو Freude ممكن أستخدم دي أو دي. تمام، Tagesablauf am ersten Tag. أنا عايزة أحكي الـ Tagesablauf، فبستخدم برضو دي حاجات عملناها قبل كده، الكلمات اللي بتعبر عن الترتيب الزمني. فمثلا عندي schon am Morgen في أول اليوم أو في الصباح، ممكن أقول gleich am Morgen في الصباح برضو، بس اللي هو إيه يعني في الأول كده في الصبح. Das ist gleich oder schon. Dann ثم danach بعد ذلك anschließend بعد ذلك. بعدين عندي gegen Mittag، وطبعا كل دول بيجي بعديهم الفعل، احنا عارفين ده. gegen Mittag يعني اللي هو عند الظهيرة، gegen Abend عند المساء، gegen 10 Uhr يعني عندما كانت الساعة العاشرة أو عند الساعة العاشرة، وبعد كده يجي بعديها الفعل. am frühen Vormittag في يعني قبل الظهيرة بس بقى من بدري، يعني مثلا الساعة 11 ولا بتاع. am späten Vormittag اللي هو خلاص الساعة داخلة على 12، früh بدري و spät متأخر. am frühen Nachmittag، am frühen oder am späten Nachmittag نفس الحكاية، يعني لو كان بعد الظهيرة بس في البدري الساعة 2، ولا بعد الظهيرة في المتأخر الساعة 4 أو 5. erst am Abend عند المساء. تمام، فدي كلها بختار منها اللي أسهل حاجة، إن أنا مثلا am Morgen dann danach anschließend gegen Mittag ومثلا am Vormittag am Nachmittag. لو انت مش عايز تحط früh وspät وكده تقدر تستغنى عنها، مفيش مشكلة. طيب was hat dir gefallen bzw. nicht gefallen، ايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبكش؟ هنا عندي جمل كتير قوي، اختار منهم مثلا جملة لحاجة عجبتك وجملة للي ما عجبكش. فمثلا ممكن اقول erst habe ich nicht so viel erwartet، انا في الاول ما كنتش متوقع حاجات كتير. aber dann gefiel es mir total gut، لكن بعد كده الموضوع عجبني جدا، ما كنتش منتظر يعني ان انا اكون سعيد، او ما كنتش منتظر الكثير من المكان ده، لكن بعد كده المكان عجبني جدا. جملة محفوظة. تمام، ممكن اقول بقى هنا دول اللي بيستخدموا بصراحة besonders gut gefiel mir das Betriebsklima der Chef. فبزوندس جود جفيل مير حاجة، أو نيشت زو جود جفيل مير حاجة، ما عجبنيش كذا. ممكن أقول برضو جملة داس، يعني مثلا بحكي وبعدين بقول مثلا ده، بحكي جملة وبعد كده بقول داس فاند إش سير أنجنيم، أنجنيم داس بدويتت شون، داس فاند إش سير بريما شون، داس فاند إش سير شون، حاجة من الكلمات دي كلهم تقريبا مساويين لبعض. فبقيم الشيء، يعني مثلا Die Kinder haben gesungen. Das fand ich sehr angenehm. Das fand ich enttäuschend. هنا بقى العكس، الشيء ده يعني أعتقد إن هو كان بالنسبة لي مخيب للآمال، ولا كان سيء، ولا كان برضو unangenehm nicht schön. ف das ist positive Bewertung تقييم إيجابي. Das ist negative Bewertung تقييم سلبي. Nur vor dem Essen den Kollegen oder den anderen Auszubildenden war ich sehr enttäuscht. لو أنا عايزة أقول enttäuscht بيجي معاها البريبوزيشن von، فأنا عايزة أقول في شيء خيب أمالي، ممكن أستخدم كده. هي الجملة الطبيعية بتاعتها ich war von dem Essen enttäuscht، وخلاص دي الجملة الطبيعية اللي ممكن أي حد يستخدمها، أو ممكن أستخدمها بالشكل ده يعني. هو هنا بقى بيخليها أحلى شوية، فحط النوع فقط، أنا كنت يعني فقط كذا خيب أمالي. تمام؟ Und dann etwas merkwürdig war، لو انا في حاجه مثلا كانت غريبه بالنسبه لي او كده، فبقول etwas merkwürdig war das كذا كذا und verb am Ende. Okay, wie war der Chef؟ وطبعا هنا كانت الجمله بتاعتها. Und hat dir das Praktikum Spaß gemacht؟
هل بقى انت في العموم اتبسطت من البراكتيكوم ده؟ فبتقول عندك هنا 3 جمل، ممكن تقول دي است تاج فات سبا انشترينجد، هو صحيح اول يوم كان مجهد لكن مثلا das براكتيكوم هات مير جوت gefallen. ممكن اقول انسكزامت فühlte ich mich sehr wohl، في العموم انا كنت بشعر بالراحه، او فühlte ich mich nicht besonders wohl، لم اشعر بالراحه. انسكزامت في العموم، انسكزامت gefiel mir der erste tag، في العموم اول يوم عجبني sehr gut، او انسكزامت gefiel mir der erste tag nicht so gut، في العموم اليوم الاولاني لم يعجبني بشكل كافي يعني. فانت هنا اختار جملة، هنا اختار جملتين، هنا اختار جملة، وهنا طبعا اتفقنا الترتيب بتاعهم عامل ازاي. Schreiben Sie Ihren Bericht und ja, dann das war's für heute. Danke und bis zum nächsten Video.